بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله النبي الأمين. سنتحدث بإذن الله تعالى اليوم عن رمضان، شهر البر والصلة والعطاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان يعطي وينفق ويبذل لمن حوله عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يدعو أصحابه ويحثهم على البر والتقوى والصلة والعطاء وإدخال السرور وتقديم النفع للآخرين. ولقد كان حكيم بن حزام الصحابي الجليل يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجا ليقضي له حاجته، فانظروا ماذا كان يقول. كان يقول: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. وها هو ابن المبارك عليه رحمة الله حج مع جمع من أهلي، فمروا بقرية، فما أن كانوا في منتصف الطريق نزلوا في مكان ليستريحوا قليلا بجانب قرية من القرى، وبينما هم كذلك إذ بهم يرون امرأة قد أخذت دجاجة ميتة في عرض الطريق، فسألها ابن المبارك: لما يا أمة الله؟ قالت: لقد أصيب أهل هذه القرية بالمرض والجوع، ولي صبية صغار، والله ما أجد ما أطعمهم به. فتأثر ابن المبارك ومن معه ونادى فيهم: ليس لكم حج هذا اليوم هذا العام. وأخذ الأموال والطعام ودفعها إلى أهل تلك القرية، فأدخل السرور عليهم وقضى حاجتهم وعادوا إلى بلادهم. كم من أجر سينالوه، وكم من الدعوات تلهجت به ألسنة الفقراء والمحتاجين والأيتام. ستطولهم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له ثوابا دون الجنة. يا الله، لم يرض الله له ثوابا دون الجنة. فلا تنسوا أرحامكم أن تحسنوا إليهم، وأن تصلوا ما بينكم وبينهم من قطيعة، وأن تدخلوا البهجة والسرور إلى نفوسهم. فقد قضى جبار السماوات والأرض على نفسه أنه من وصل رحمه وصلته، ومن قطعها قطعته. فلا تنسوا المعروف بينكم مهما كانت الخلافات، ولا تنسوا الحقوق والواجبات مهما بعدت المسافات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه أخته من الرضاعة، وقد ابتعدت عنه ما يقرب 40 سنة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه. مرت سنوات وسنوات وأيام وأيام وأعوام وأعوام، وتسمع هي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاعة وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام، والناس بسيوفهم بين يديه، وهو يوزع الغنائم بين العرب. فتستأذن فيقول لها الصحابة: من أنت؟ فتقول: أنا أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أنا الشيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتذكر القربة وصلة الرحم والوشيجة والعلاقة التي أنزلها الله من السماء، فيقوم لها ليرقاها في الطريق، ويعانقها عناق الأخ لأخته بعد طول المدة وبعد الوحشة والغربة، ويأتي بها ويجالسها مكانه ويظلها من الشمس. تصوروا رسول البشرية ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز من الشمس برضعة واحدة، فأين الذين قطعوا عماتهم وخالاتهم وبناتهم وأخواتهم وهم كثيرون؟ حرموهن من الميراث الذي فرضه الله لهن، وقطعهن من الصلة والذيارة، حتى سمعنا ورأينا من العجائز الطاعنات في السن من تقف الواحدة في فقر وهي تبكي وتقول: ظلمني وأخذ حقي، أمري إلى الله. تفوض أمرها إلى الله. ألا فليبشر من يسعى في إدخال السرور على الناس وقضاء حوائجهم بقضاء حوائجهم في الصحيح؟ ألا فليبشر من يسعى في إدخال السرور على الناس وقضاء حوائجهم فبقضاء حوائجهم ينال من الأجر الكثير. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. فمن كان الله في حاجته أتظنون أنه يخيب؟ فيا أصحاب الأموال، كم من محروم ومحزون تستطيعون أن تفرحوه، وكم من سجين تستطيعون أن تفرجوا عنه قربته، وكم من مريض يحتاج إلى مساعدتكم أنتم تقدرون عليها. ويا أصحاب الوجاهة والمناصب، كم من مظلوم تستطيعون أن تنصفوه وتردوا له حقه، وكم من صاحب حاجة ينتظر من يعينه على قضائها. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وارحم ضعفنا، وحسن أخلاقنا، ووفقنا إلى كل خير. Huh.